البوشي طرحت والقائمة قوية، كل هذه الأسماء ترعرعت داخل فريق الاتحاد البيضاوي. فريق الاتحاد البيضاوي الذي كان على موعد مع لقاء القمة الذي كان يهم مقدمة شطرة الجنوب. المقدمة التي يتصارع من أجلها إلى جانب فريق شباب المحمدي. ليحسم في ذلك بعد انتصاره بحصة 3 أهداف مقابل هدفين. الهدف الأول الذي وقعه فريق شباب المحمدية كان من ورائه اللاعب قرلاوي بعد تمريرة من السنغالي بيير غاو. فكما قلت المقدمة التي حسم في أمرها بعد انتصار فريق اتحاد البيضاوي بحصة 3 أهداف مقابل هدفين، وبالتالي يوسع فارق النقاط يصل إلى 4 نقاط. الشوط الأول ينتهي إذن بفوز فريق شباب المحمدية بحصة هدف مقابل لا شيء. مباشرة بعد الشوط الثاني وبالتالي في الدقيقة 5 ضربة ركنية تعطي هدف التعادل بواسطة المهاجم بيار. الهدف الذي ألهم حماس جمهور فريق الاتحاد البيضاوي. فريق الاتحاد البيضاوي الذي عرف تحركا ملموسا من خلال الجولة الثانية، ولعل من بين السمات التي ساعدت فريق الاتحاد البيضاوي للظهور بهذا المظهر هو نهجها لخطة الشروط. ثانيا استفادة من الرياح التي كانت في صالحه خلال الجولة الثانية. وثالثا معرفته أو درايته الجيدة بأرضية الملعب. إذن الهدف الثاني بواسطة اللاعب حكمي بعدما ظلت الكرة بين أخذ ورد بين الحارس العراقي. بالمناسبة الحارس العراقي تصدى أكثر من مرة لمحاولات مهاجم فريق الاتحاد البيضاوي ليهزم في الدقيقة 10 من الشوط الثاني بهدف اللاعب حكمي. فريق شباب محمدية قام بمحاولات جادة للتسجيل، وكانت أحسن محاولة لتسجيل بواسطة السنغالي طاهر فال الذي يضيع هذه المحاولة الحقيقية للتسجيل. فريق الاتحاد البيضاوي في الدقيقة 28 وعلى إثر قصفة مركبة اللاعب حكمي يوقع الهدف الثاني لصالحه، وهو الهدف الثالث لصالح فريق الاتحاد البيضاوي. نتابع القصفة المحكمة والمركزة للاعب حكمي.